حاكم هنقضوا، شعبي هنقضوا، حزب محافظ هنقضوا، حزب معارض هنقضوا، علماء هنقضوا، عام هنقضان. العلماء داس يجوا مساجد داس سياسة كجها الله يا فرين تعودوا درس هم حيتي. أمني جاي استقرار ك يو طمأنينة ذي دقنا شذا أن هل كان رجوي مد ونعمة من الله إلهي باب حيا. أما واحد كان ليلا براه بالشذا فوائد بدن وليه هي مضرات بدن وليه فوائد إيش كود ذا له خير بدن باك الشعداء خير كابدن إن كفائد إيش إنه كلنتيها بوندا وضيالي دلهان تيم با وح هذا بربر كيف فرديا إن شيخ عبد الرشيد علي الصوفي أو كم إذا علينا ماذا واوي شخص هو دو يا مخصوص هو دويني يا مرك وراء تلفزيون كسهن إن واحد شري معلمي جدا بيجي إن علينا ماذا واوي أو ورباهين تي هذا الله يسوم مرينا إياه إن دليل أو موقدة إن بل هذا الله ذا يفرين تاع علينا ماذا أقدر يسوق جدهن محيطه أنا وعام أهم بن يعني واحد ليا علوم هذا يقع علم بدن يقع عقل بدن كل شيء لكن عام هان بانو حنا شوف رأينا تقوى الله عز وجل إلهي تقوى ديشة يطاع ديشة قفل بو هذا هذا الكيسو إنه إخلاصي إلهي درتي ونقضه خاصة مركا أرنتو أي دين تهي مسجد أي تهي ميل مارك تقوب إلهي لو حصو أي تهي إن هذا الك إلهي درتي سلو بديو دوتكو الدنيا دي إيا مشاكل كو ذاكو بدن ساجد هذا مال مه جمعة هذا مرك اللي شوي ما دو إن تذكير آخر الحسوسية إلى هذا الوحيد سبحانه وتعالى جل جلاله آخر اللغة شكيه لا بأس لما ديد إن مصالح الدنيوية لقى هذلو ولكن إن نقطه بطريقة دينية أو حق دينته يعني لقى هذا مثلاً يعني بر الوالدين كيو إحسان دتك الحديثين لو فرو دتك هو ذا جعلين قال يا مسلم هو ذا جعلين لكن مسلم كمؤمن كمركز قدرة ترغيب ديني بر الوالدين كوحكه لي بالدين أذ ولا هذا الشو قطيعة الرحم لبات ذا كإيمان إيش أذ بالدين أذ ولا هذا الشو الإفساد في الأرض لبات ذا أي كين إيش أذ كلا هذا الشو مركا تاس تاوي تن لباد وحان دوني إن أن مارك تي أن وقفا إذا اشتوى الرنتا إيضا إن أمنيقا إيا استقرار كا إيو طمأنينة دقنا شدا أن هل كان رغو إمد ونعمة من الله إلهي باب حيا ليس كما هلو إن إلهي لغو شكريه سبحانه وتعالى ومن شكر نعمة الله تبارك وتعالى وحاكم ذا إن لغو دلالو سيدي نعمة ذا إيضا لو إلالين لها لبات كستو وحو لا وعيشنا لغا إلالين لها تانا ومسؤولية علوم ذكرية مسار العلماء والعامة وجميع الدكتور شعبي وردن بيوضا سارنتاي تانا إنا كود ذالا إن شاء الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام وكنوسه قوبي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حجت له الدنيا بحذافيرها آنكي وبريست إشغو آمنة في نفسه وأهله ريركيس آمنة وان بقين عندك بقين لباتك وشو قاري شلاهين عافي ما عندك وبريست قوت كيس مالين تانا هلا الدنيا دي ورني نو هلا كم الدو نوي هذا النبي قنتي عليه الصلاة والسلام تعال لها نفانسيو لأن يرضى وحنو شو جدين لها سوشيال ميديا هو أما واحد كان ليلا براه بلشذا فوائد بدن نوالية هي مضرات بدن نوالية فوائد دي شكو دلالة خير بدن باك الشعضة خير كاب بدن إنان كفاية دي سنو لبكي سئية شركي سنة إنو اسكا إلالينو كفوغانو وحن كافافيا بين هدي كافافتو وبين فافتي وي بين تفافتين عقابته هو شديد نبي قحو أركا عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به نن عقاب شديد ألغوهيو أو إنتا ألكا لغقليو لغقليو ان 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 من دي هلكا انت لقى قليو الى قداد كان لجيح يو هذا كان كلا شقي سافكي سدين انت لقى بلاودين عكل لجين يو كان انت لسي قويني كان سو سو تلميا هذا ساهم بو كسونا الى يوم القيامه نكر محا سبب و مركو ويدينا وحويري و بنت وفافيف بن فافتا بن فافتا كذب بو شيريا وركاسي فافيسا اي مشرقا ومغربا قاريسا عقابتها سالو عقابتانا إن نشكي لالنو شيخ واحد شراء علماء سومالي لان مالين تجمعها مركي نغطو مساجد دادا ان دادكو يمادان ينقعد يدينتا اي دغستان
waxa jira masaajido badan oo Soomaaliland ku yaala kuwa Soomaalinta Jimcaha arimaha siyaasadda ee dalka ka taagan iyo xaaladda siyaasadda laga hadlo dadka masaajidada ka soo xaadaran ay dhibsadaan bal culimadaas iyagu masaajidada siyaasadda kaga hadlaya fariintaad u diray samaxay tahay culimada Soomaaliland han noqdaan ama culimada Soomaaliyeed meel ka ama caalim kasta meel kasta dunida joogo arinta anigu aan qabo aan ayidayo waxa weeye dadku usbuuca oo dhan waa mashxuuliin adduunyadii baa qalbigooda ka buuxsantay maalinta jumcada ah waxay u imanayaan inay ilaahay xusuustaan in aakhira la xusuusiyo in dhikriga ilaahay lagu waaniyo dadku hadday hagaagaan oo rabbigood ku xidhmaan adduunyadoodu waa u hagaagaysaa marka taas un baan u soo jeedin lahaa in ayna noqonin masaajidadeennu mana aha wax anigu aan keenaya waa wax sharciga ay culimmadu ay wada garanayaan wey مساجدته ليست محلا لكلام الدنيا الدنيا هي كهذا الكهذا ما مساجدته هو مكان لذكر الله عز وجل إلى الله سبحانه حسوسيو إن دتك الدنيا تكون مشغول سن قبره إلى هركانو آخر إلى هركانو إن إله هرتجيان لحسوسيو مؤمن كمسلم كأه لقي أبا إنه مشغول هي ما له تفرقه لي إنه شحنة وكلو تجو أما شارج كلو تجو بترجيش لب وحيو للآخرة ولدين الله بانكسو يعني أسو جدين الله شخص وعاش وجود ضم بيسي عن كوي ديني وحوي يعني علم دي وين كم تهاي أن حسب يدهم عارض كي سياسة دا سمال لأن غرب الله هسا تلا أهان ما دام جد بدن لحق الشيء أو أرمي سياسة دا يصير عن نقدان ما أنت تلا أهان أما معارض هان نقدان أما مدحونا هان نقدان فرينت تلا دا يدوسو شيء ديني سيا وضن كانوا تل وضنا هاي تهاي حاكم هان نقدو شعب هان نقدو حزب محافظ هان نقدو حزب معارض هان نقدو علماء النقض عام النقضان كل كلمة باكوبيشة وهي تقوى الله وفى البهدو ماشي سي إله وكعب صدو ده إيش هاي شاشة ما بإيمان إيش هبا وحا إيمان إيش إني والبا مرقابة ولي مادو ربك سبحانه وتعالى أو إلى ليو هدي أمدو أي ربك وتكو حرمان تقوى ذي إلهين أي كود ذالان أدنيا ذو ذي إله بأصلحني مركا فرين تيدا عام أهان إنه ما دورنا نوجدنا يا وحوي أن نتقي الله إلهنا كعبسنا طاعد إلهنا كسبنا ضابط يا الله حنين تاسك سوق قبل قبلنا ورئيس كوبان أن الله يهلا ناي شق عبد الرشيد علي الصوفي أو كم إذا علم دوا وين أن هرقيس كل كل ناي ورئيس واحد رئيس عزيز يعني أحمد ظاهرة وحنتكلم تقولنا أنا جاي شيخ خبا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.